السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هعمل لكم أكلة جميلة قوي، زي ما انتم شايفين كده اهوت، ببواقي قطع اللحمة. طبعا دي كانت قطع كبيرة وأنا قصيتها كده أو قطعتها بالشكل ده، شايفين عاملة ازاي؟ انا قطعتها كده قطع صغيرة. طبعا دي من بواقي اللحمة، كانت لحمة مسلوقة عندي وكان متبقي كده هو 3 قطع، فانا قطعتهم وهنعمل بيهم اكلة جديدة واكلة لذيذة ان شاء الله تعجبكم. وطبعا انا نسيت اشكر كل متابعيني، بفضلكم طبعا قناتي اتفعلت وجزاكم الله خيرا. وطبعا اللي بتعجبه اكلاتي وطبخاتي وحلوياتي طبعا ما ينسنيش في اللايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وطبعا ان شاء الله هيبقى معانا كل جديد وكل مفيد وكل اقتصادي معانا في قناتي ان شاء الله. فطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده هوت، هنا هوت معايا بصلاية هنا متوسطة، وهنا معايا طماطمية، طماطمية صغيرة خالص، وهنا هو معايا طبعا 3 قطع لحمة احنا قطعناهم بالشكل ده. انا مش عايزاهم قطع، طبعا الرخامة احنا منضفينها، منضفين كل حاجة ومعقمينها، يعني اي حاجة وقعت على الرخامة او وقعت كده هو، طبعا طالما احنا متأكدين من نظافة الحاجة احنا ايه بناخد الحاجة على طول، لكن لو احنا مش متأكدين من نظافة الرخامة ولا نظافة ولا معقمينها طبعا الحاجة بتترمى. زي ما انتوا شايفين انا مقطعها قطع كده اهوت من السميكه وقطع كده اهو. لو انتوا بقى عايزين تقطعوها اقل، يعني تبقوا عاملينها زي اللحمه المفرومه كده اهو تملوا بيها الاكله، اوكي ماشي، بس انا حبيت ان انا اعملها كده اهو. وزي ما انتوا شايفين هنا اهوت معانا، زي ما انتوا شايفين كده اهوت مربعات بطاطس، بطاطس او بطاطا عشان حبايبنا العرب بيقولوا عليها بطاطا. البطاطا بتاعت الطبيخ او البطاطس عندنا هنا هوت في مصر بنقول عليها بطاطس. فانا طبعا مقطعها كده مربعات صغيره زي ما انتم شايفين عشان ما تاخدش معايا وقت في السوى، علشان خاطر عندنا هنا هوت اللحمه مستويه، علشان احنا هنحط اللحمه بعد ما البطاطس كده هوت تبقى نص سوى. هنروح دلوقتي وطبعا معانا فصين ثوم هنحطهم. انا بحب بقى ايه، هقول لكم بقى معلومات عن الثوم. طبعا الثوم احنا بنحب انا احب يعني بالنسبه لي احب احط فصين الثوم او كميه الثوم اللي احنا هنعملها احب احطها في اخر الطبخه خالص، يعني بعد ما الاكل كله ما يستوى اقوم حاطه كميه الثوم اللي انا عايزاها في قلب الحله، علشان خاطر هتديها طعم وريحة جامدة جدا، ريحة طبعا جميلة. اللهم صل على النبي، ايه تاني؟ ريحة وطعم، وهتبقى ريحتها جميلة جدا وطعمها جميل، هيفضل ريحة الثوم وطعمه في قلب الاكل لحد ما تخلص اخر حباية في الاكل. فطبعا احنا انا احب احط فصين الثوم او 3 في الاخر خالص طبعا، مش لكن لما احنا بنحط الثوم في الاول، في الاول دوت بيقعد بقى يستوي مع الاكل، وفي ناس يعني بتحطه في الاول، فطبعا دوت بيبقى ليه طعم بس طعمه بيبقى قليل جدا، طعمه بيبقى بسيط يعني ما بيبقى ظاهر بقى او بيدي طعم الاكل كده هو. لما بنحطه في الاخر بيدي طعم الاكل اللذيذة، يعني بيبقى الاكل طعمه لذيذ كده هو وطعمه حلو طبعا. فاحنا دلوقتي هنروح بقى على البوتاجاز وهنشوف مع بعض هنعمل ايه في الاكله الجميله ديت الاقتصاديه. طبعا من بواقي قطع اللحمه هنعمل بيها ايه، زي ما وعدتكم ان احنا اي حاجه عندي باقيه او اي خضار باقي عندي انا ايه هعمله لكم فيديو، علشان خاطر تعرفوا لما يبقى عندكم بواقي اكله او مش عارفين تصرفوا فيه ازاي هنعمل بيه ايه، وهنعمل بيه اكله طبعا جديده. تعالوا معايا هنشوف هنعمل ايه. ايوه نسيت اقول لكم اني انا كنت حاطه البطاطس، مربعات البطاطس دي في ميه علشان خاطر ايه، علشان خاطر لونها ما يسودش،
لحبايبنا اللي هم ايه مش عارفين، او اول مره يخشوا المطبخ، او اول مره يمسكوا الخضار. طبعا في ناس كتير ما بتعرفش تطبخ ولا تخش المطبخ ده، ما تعرفش عنه اي معلومات، حتى الاكل بيتعمل ازاي، وكل ما تخش المطبخ طبعا تبوظ. فاحنا ده مش عيب طبعا، العيب ان احنا نفضل مكاننا ما نتعلمش اي حاجة. طبعا احنا في الاول كنا نخش المطبخ نبوظ نطلع مش مشكلة، بس اهم حاجة ان احنا نتعلم، وازاي نحط كميات الملح، ازاي نحط كميات الفلفل الاسود. طبعا هنحط الكلام ده هو والاكل على النار وهتشوفوه طبعا معايا، بس انا حبيت اقول لكم المعلومه ديت علشان خاطر ايه اللي مش عارف. انا حطيت قطع البطاطس في الميه ليه؟ علشان خاطر البطاطس ما تسودش. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا اهو حطيت البصله والدهنه اللي انا حطيتها دي، حطيت حتة لية علشان تدي الأكل طعمه جميل قوي، و هتدي له طعم لذيذ، لأن احنا طبعا مش عاملينها بشوربة، شوربة اللحمة طبعا أنا مش عاملاها بشوربة لحمة ولا حاجة، لكن حطيت لها حتة لية. طبعا كلنا عارفين اللية، أو اللي هي بيقولوا عليها أخوانا العربي الشحنة تقريبا، يعني بيقولوا عليها كده. وطبعا هنشوح البصل مع اللية، حتة اللية عشان تديها طعم حلو وتدي البطاطس طعم حلو، كأننا عاملينها ايه. طبعا هي طبعا باللحمة، بس ايه اللحمة هي كانت في الشوربة، الشوربة بقى مش موجودة دلوقتي، طبخنا بيها مثلا او شربناها. فاحنا ايه دلوقتي انا عملت لكم اهو في قلب حته ليه كده صغيره، او الدهون اللي هي بتاعت اللحمه، لما ساعات بتيجي حته دهنه مع اللحمه، فطبعا احنا ايه بنطبخ بيها، ما بحطهاش في قلب اللحمه اللي قليل قوي يعني. بصوا شايفين، هشوحها بقى وهجي لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان تستفادوا بكل ايه كل التركية انا بعملها. وهنا اهو عملت ايه، حطيت نار بالطماطمية، اوطي على النار سنة عشان الحلة ما تتلسعش. طبعا احنا مش بنظبط بقى نبوظ الدنيا، هي اتلسعت معايا عشان النار الحلة كانت جاية على جنب شوية. فطبعا انا خليت البصلاية شفافة اهو، حطيت الطماطمية، انا مش عايزة البطاطس يبقى فيها اللون الاحمر، او اللي طاغي عليها بس الايه اللون الاحمر بتاع، يعني مش عايزاها تبقى طماطم جامدة. لا بس كده تستوي كده شوية طماطم كده. انا عايزه طبعا دلوقتي الدنيا حر، فاحنا عايزين نعمل اكل ما يحنيش على قلبنا كده هود، او على صدرنا يعمل لنا حموضه. لا احنا بطماطميه واحده تبقى احلى بطاطس ان شاء الله باللحمه زي ما انتم شايفين. ان شاء الله تستفادوا معايا وكل حاجه انا بقدمها لكم. نقلب كده حلو. وهنا طبعا انا حطيت هنا البطاطس، وهحط ورقة لورا معاها طبعا عشان تديها طعم حلو، نحط ورقة يعني صغيرة هتديها برضو طعم، علشان احنا مش عاملين يعني طبقة كبيرة ولا حاجة، على قد الغدا، على قد ما نقدر لازم نخلي يعني مثلا الاكل اللي احنا بنعمله يعني مش كتير، علشان خاطر ما يهدرش معانا. وساعات مثلا ايه لما الاكل بيبيت او حاجه، الاولاد ما بيرضوش ياكلوه، يقولوا لا احنا هناكلوا الاكل بتاع امبارح هناكلوه النهارده. فطبعا ايه يبقى على قد الطاقه نعمل ايه الاكل، او مثلا على قد اليوم، عشان اقول على قد الطاقة على قد اليوم، عشان اللي بعد كده يجوع يلاقي اكل. شايفين الطماطمية مخلتش البطاطس حمرة قوي، طبعا البطاطس تبقى لونها بندي، انا مش عايزة البطاطس تبقى لونها احمر، او تبقى الطماطم كتير،
لا انا عايزه، انا عايزاها بالشكل دوت. وطبعا زي ما انتم شايفين البصلايه يعني ما اتحمرتش خالص، انا بس شوحتها خليت يبقى لونها ايه بمبي، لونها شفاف يعني ما اخدتش لون خالص. انا اقلب بقى كده اهوت. طبعا انا هروح اجيب لها ايه، هروح اجيب لها الفلفل الاسود والملح في المرحله ديت، وطبعا شويه ايه، شويه الميه عشان احنا عندنا الشوربه بنحط لها حبه ميه. طبعا هنا اهو حطيت لها اهو شويه الفلفل الاسود وحبه ملح، وحطيت لها مكعب ماجي برضه عشان يديها طعم حلو. طبعا بنفرك وبين صوابعنا. انا بقول الكلام ده للبنات او الستات اللي ما بتعرفش تطبخ. طبعا في ناس كتير او ما بتخشش المطبخ ده خالص زي ما قلت لكم قبل كده. وحطيته نعمله ايه، ندعكه بين صوابعنا، هندعك المكعب ده بين صوابعنا علشان خاطر ايه ما يتكتلش في قلب الاكل. ساعات يعني برضه بيحصل معايا كده لما مثلا بتنزل كتله كده اهوت ما بكونش اتدعكت، فطبعا بتعمل لما بتيجي في بق اي حد طبعا بيبقى متضايق منها لان تبقى كميه الملح اللي فيها كتير. وطبعا ايه حطينا برضه شويه ملح مناسبين، طبعا مش هنزود الملح علشان خاطر احنا حاطين المكعب الماجي او فاين فودز اي حاجه انتوا عايزينها هتحطوه في قلب الاكل. كل ده عشان ما فيش ايه، انا عملت كل دوت كل ده عشان ما فيش شوربه، لكن لو في شوربه طبعا هنستغنى عن قطعه الليه. في ناس برضو بتحب تطبخ بيها عن قطعه الليه او الليه اللي انا سايحاها وحطيت منها حته يعني، وعن ايه، وعن مكعب الماجي. انا بحط الحاجات دي كلها عشان تدي طعامه للبطاطس عشان تبقى طعمها طعم كده ولذيذ. وطبعا اول ما تقرب على السوا زي ما انتم شايفينها كده هي لسه في بدايه الغليان، اول ما تقرب على السوا ان شاء الله هنحط لها بقى قطع اللحمه علشان تاخد من طعم التوابل اللي جوه البطاطس، والبطاطس برضه تاخد من طعم قطع اللحمه اللي ايه اللي هي بواقي اللحمه. مش هنطبخ لحمه مخصوص عشان نعمل بيها البطاطس، ده دي من بواقي اللحمه اللي عندنا، فاحنا ايه هنحطها عشان تديها طعم حلو وطعم لذيذ ونستغل برضو بواقي الاكل في اكله جديده واكله لذيذه. وطبعا هنقدم معاها رز ابيض بلسان عصفور انا عملته، هو بقولكوا برضو دلوقتي. وعايزه ابقى اعمل برضو رز الابيض او رز بالشعريه، وفي رز بلسان عصفور للبنات اللي ما بتعرفش تخش المطبخ تعمل اي حاجه، وللستات برضو لان في مننا كتير ما بيعرفش يطبخ. اهو معانا اهو رز سخن، شايفين ازاي حلو مستوي ومفرفر. طبعا ده رز مصري وده لسان عصفور، معرفش بقى اخوانا العرب بيسموه ايه، لسان الطير باين ولا ايه، زي الحلويات الحلوة بتاعتهم. فطبعا شايفين الحباية بحبايتها ازاي مفرفر مش معجن ولا حاجة، وطبعا طعمه حلو. عشان كل دوت عشان ايه، عشان المية بتاعت الرز مظبوطة، لكن لو زودنا المية شوية او كده هو طبعا ما بيطلعش مظبوط وبيطلع معجن. هبقى اعمله لكم مرة قبل كده بعد كده يعني. وبالنسبه بقى للبطاطس دي انا هقفل عليها وهدي عليها خالص لحد كده اهو ما تقرب تستوي يعني تبقى نص سوا، هحط معاها اللحم يعني. طبعا هنا في المرحله دي اهو انا خلاص طبخه، طبعا طبختنا السهله السريعه قربت تستوي اهو، شايفين البطاطس بقت شفافه ازاي. طبعا هديها غلوتين واحط الثوم وخلاص كده هو تبقى اكلتنا خلصت بكل سهولة في 10 دقايق ربع ساعة بالكتير هكوني مخلصة احلى اكلة. وبألف هنا وشفا. طبعا احنا حطينا لها كل المنكهات اللي تخليها لذيذة وطعمة، هنخليها بس كده هو شوية. انا مش عايزة الصوص بتاع البطاطس ده يبقى كتير قوي، لا انا عايزاه يعني ايه يبقى يا دوبك يعني ايه، ما تبقاش الحله غرقانه صلصه
او غرقانه صوص في قلب الا اذا كان بقى حد ايه بيحب مثلا ايه يحطه على الرز وعايز يزود الصوص ايه الصوص بتاعها. لا انا طبعا النهارده انا هنشف الصوص ده شويه، وكل اللحمه اللي معايا طارت عشان كنت احطها طبعا في الفريزر لانها كانت زايده عندي وما كنتش عارفه اعمل بيها ايه. طبعا لما فكرت قلت بقى انا اعمل لكم بيها اكله حلوه ولذيذه وطعمه، يا رب تكون اكلتي النهارده عجبتكم. وطبعا انا مبسوطه جدا لان قناتي اتفعلت، ويا رب يا رب ربنا كده هو يكرم كل قناه لسه مبتدئه ويخلي ويهدي اليوتيوب عليها ويدخلها كل الساعات علشان خاطر ايه قناتها تتفعل بسرعه. اهو كده. وطبعا جات لي هدايا كتير من حبايبي في اليومين دول. طبعا انا قناتي ليها كده هو بتاع 4 ايام او 5 متفعلة، فطبعا كل حبايبي اللي شافوا ان قناتي اتفعلت طبعا محرمونيش من هداياهم الجميلة، وهعمل لكم فيديو بالهدايا اللي جات لي ان شاء الله. وكده خلاص انا طبعا خلصت اكلتي. انا طبعا ما سويتش البطاطس قوي عشان ما تتهريش معايا، لان هي مربعات صغيره زي ما انتم شايفين، فانا يا دوبك خليت برضو ايه فيها كده هو ايه الشده صغيره او عضه زي ما بيقولوا كده هو صغيره، علشان خاطر ما علشان خاطر على بال ما نيجي نحط الاكل ما تكونش بقى اتهرت مننا وبقت بقى الصوص دوت كده تخين كده ومتختخ، وبيبقى طبعا طعمه وحش قوي لما بتبقى البطاطس مهرية في قلب الصوص بتاعها او الصلصة او الصلصة البيضة مهما كانت بقى الصلصة دي نوعها ايه. فطبعا احنا بنخليها يعني ايه هي مستوية طبعا، بس فيها يعني ايه سنة صغيرة، يعني مثلا يبقى مثلا ايه فيها 2 دقيقة علشان لما نيجي على بال ما نيجي ناكله نقفل عليها كويس، وان شاء الله هكون احلى اكله. وطبعا اذا عجبتكم اكلتي ببواقي اللحمه طبعا ما تنسونيش في اللايك وشير طبعا عشان يستفيد بيها كل الناس، و اللهم صل على النبي والاشتراك للي ما اشتركش في قناتي ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما ننساش نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويا رب تكونوا النهارده استفدتوا معايا وانبسطتوا معايا في الفيديو المفيد دوت لكل البنات وكل الستات اللي ما بتعرفش تطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.